بفرح بقلب الدولمه ما في يعني. انا قلت لك جيب مشان هيك. يا رب يا رب بيبي بي كيرفول بليز ما تضيع تعبي. شوي يلا وقع شوي بس يعني it's okay. المشكلة زحتت معي. يومي لا 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 واو واو واو. اوكي صارت جاهزة صراحة شكلها مشاهي كتير. أنا اليوم كله عم بدور لشهد لصينية أو طبق مثل عالم الناس يكون دائري مشان نحط فيه هالطبقة. دائري وأبيض. ما لقيت ما لقيت فتلت الدنيا كلها وما لقيت. إيه أنا. شو رأيك؟ لازم. جد جد جد. واو. هدول العصايص موجودين. كان تعرف شو أنا ندمانة إني ما جبت موضوع. كنت تجيبي انت ما خطر لك؟ انا خطر لي بس ما بحب انا اللحم مع الدولمة هيك يكون شق. بالعكس طلع لا طيب خصيصا بيبي اذا كان لحم غنم صح ولحم البقر بيخلي الاكل ما طيب على صحيح فكره صحيح. لو حاطه لحم بقر فيه ما رح تاكلي صح. اوكي الاكل صار على الطاوله وجاهز بس نسع شهد ما صارت جاهزه. استنى تخلص. خلصتي شكل الاكل مشكله اي بس لازم استنى شوي لاني انا ما بحب اسخنه. طيب بتحط بالصحن شوي بتعمل حركات نم نم هيك على الفاضي وشها كلها شوكولا تريلي صح يا عمي صح. اوي اوي اوكي يا عمي تريلي شو يلا حطي لي عدس كبيري. شو بدك جوز؟ بدها من هذه الجرب. لازم نعلمها تصوم هي كمان. حطيت لك بصلة. اوكي. حط لك من كل شيء لازم اوكي. اي ونت تو ديس ديس. شو بدك عمري شو؟ وراح احط لك سلق. مع انه كتري سلق. كترير ما في اصلا. والله؟ انت انا انا فهمان عليكي السلق اي واحد بدك. اللي جبته مو صغير طلع. بدك سلق هاي الورقة الكبيرة كتير ايه. هاي ما تطلعي صعب جدا تلاقي منه فهدول هيك بالزور. I want to fit water. I want water. Thank you. ماما I want water. Okay. Water or juice? Water. Okay. Look. Here you go. هي مبسوطة هي مبسوطة على الحركة بدي ووتر اول شيء. عصب 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 اجا ليش معصب؟ طلع اعلان على التلفزيون حلو ها هي الحركة كثير يامي يامي بس بتطول. يلا دوق دوق بس ثواني هي حطي لك بالطول صبي لها لميرة اول شيء بيبي شو اصبي لها؟ صبي لها حطي لها ما بدها اكلت اكلت؟ ما بدها ميرا بدك هاي؟ ها؟ ادم نو نو تعال هون سيب ها؟ ما بدك؟ تعال ميمي يلا كون مو على اساس لما كنت عم تسويها كان بدها منك انه تحطي لها؟ ها؟ I want color to لين اكثر. I want to معلمة ولا مو معلمة؟ اوكي ماما. شوفوا يا جماعة بصل محشي جواته رز كثير يامي. كل الصحن لك ما شاء الله. اوكي حطيت بصحن حطيت بطاطا سلق باذنجان
ايوه البطاطا. بدك هاي ترى يلا اوبن 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 يلا عمري يلا بابا يلا يامي كثير طيبة على فكرة. أنا شاطرة كثير بالطبخ طيبة اليوم حبيبي. بقول أنا كثير شاطرة بالطبخ. يلا عمري واو 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 Was it yummy? Huh? بلع بالعصير هلا ما بدها. صحة باذنجان ندوق السلع طلع على السلع. حابتها هي ولا هيك عم تاكل اللاصق؟ ما مرتاحة كتير هيك. طيب في كرسي هذاك جيبيه حبيبي لهون وعدي جنبي. قاعدة على شو اسمه عربية انت ميرا؟ عم بقول مطعوب انتعجد انكسرت 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 انكسرت. What do you mean انكسرت؟ شو انه انكسرت انه حبيبي كل شيء لأوزان معينة بتحملها اوكي؟ مثلا هاي العربية بتتحمل للوزن تقريبا 20 كيلو ممكن او اقل. انت وزنك 50 كيلو ففي زيادة 30 كيلو فإجباري رح تنكسر. أزيدك مش عارف يعني بالمنطق 60 يعني في زيادة 40 كيلو يعني منطقيا ممكن تكسريها. يعني هلا مثلا هاي السيارة الوراكي بتتحمل أوزان مثلا طن بحط عليها 10 طن منقول إذا انكسرت معناتها مش منيحة؟ لا مو هيك حياة حبيبي. خلص أنا عاجبني أقعد هون. أنت شو دخلك؟ إذا انكسرت أنا بشتري وحدة جديدة. إيه إيه ما تخاف. بلشنا بالشيبس ولا شو بتجيب وحدة وبتحسب حسابي بالثانية جايبت لي إلي كمان وحدة. ما حسبن لحالي. ما هي الفكرة. أنا فهمان عليك شو الفكرة. هي الفكرة أنه مشان ما ضميرك ما يعذبك. أوكي أنت التعليقات الموجودة على الريل اللي نزلناه اليوم تعرف شو كاتبين؟ في حدا كاتب لا وين آدم هاي مفروض منه أوكي. بس كاتبين انه انا وياك قصين معدتنا حتى هيك ضعفانين كتير كتير قصين معملام لهالدرجة. شفنا 200 كيلو ما بعرف. هلا انا كان شكلي كتير اوفر يعني كنت سمين يعني كان وزني ب 93 هيك شيء. هلا انت وزنك منيح بس انا كنت سمين كتير فهن كانوا شايفيني سمين كتير وعندي كرش وجهي هيك منفوخ وفجأة شافوني بكون هي ما بتتابعني من سنة ورجعت شافتني هيك انه شو صلوا هذا كيف هيك ضعف اكيد قص المعدة. انا عم بحكي له انه مستحيل اقص المعدة. انا اكتر انسان ضد ما بحكي لهم ضد لا لا ما بصير احكي لهم حقيقة احكي لهم انت عامل تغيير مسار. شو هذا التغيير مسار كمان؟ الله بيسعدوا بيبي. يا جماعة انا اكتر انسان ضد هيك عمليات وهي شاهدة بتعرف صح ولا لا؟ اي شيء بنعمل بالجسم انا ضده. What's that brother؟ يلا فجأة خلاص راح اتخبى راح اتخبى. He's gone شوفي روح بيبي روح. وين اروح طيب؟ بس روح اول يلا رحت بعدين تعال يلا 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 شايفتني؟ شافتني؟ يلا بابي يلا يلا ميرا ميرا متعلمة شيء ميرا لسه ترند على تيك توك هاي تبع براذر واتس ذات براذر يلا يلا بابي يلا ميرا I will give you phone okay if you say go away you want بابا to go away يلا يلا روح هاي رح لا انت قاعد شو مبين لا هاي رحت وحاططها بنص وشها. طيب انا طب تخبى بابا is not looking at you كان مش نعبة صورة ماما هاو يا ماستر هيز ا ماستر تحول
هي يعني شو هالوحش بيبي؟ تعال مامي come here I will save you come mommy will save you تعال 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 يلا بيبي انت كمان تصير وحش انت كمان اثنين وحوش جلال عندي انت كمان صار وحش ماما وبابا مونسترز طبخنا شكله بشهي اكيد طبعا راح يكون شكله بشهي لاني طبخته معلمه طبخته هي خبيره في الطبخ طبخته هي عسل وايديها عسل فاكيد شكله كمان راح يكون بشهي Thank you. عم بمدحوا لك طبخك حبيبي انه شكله بشهي. لا بجد شهد خبره في الطبخ ما شاء الله ما شاء الله. بس شكل ولا طعم؟ شكله طعم ويلي طابخته كمان وريحه وكل شيء. اللي خلص روحي نامي. خلص بقى. شوي شوي يعني. ممكن اعطيكي لابتوب حتى لو كان قديم والله العظيم لو كان عندي لابتوب قديم لا كنت اعطيتك اياه بس عندنا لابتوب واحد بنشتغل عليه ما عندي لابتوب واحد ثاني. بجد والله لو كان عندي كنت اعطيتك تكرم عيونك هذا اللابتوب عنا يا من ايام لما كنا بالسويد لا مو من اول ما فتحنا اليوتيوب من اول ما فتحنا اليوتيوب كان هذا لابتوبك القديم اللي كنت تستعمليه بالمدرسة اه صح اوكي وانتهى هذاك خلاص يعني كبينا واشترينا واحد جديد وهذا اللي عم نستعمله صار له تقريبا عنا يا من 4 سنين 5 سنين لحد الان يعني نحن ما عندنا لابتوب جديد وقديم معنا لو عندي تكرم عيونك والله بيطلع فيه باذنجان بلولو ماركت اه هذا كاتب انه اه يخلص لبيت هي امبارح جابت اه اذا انت امبارح جبتيه لليوم بكون خلص يعني ما عاد فيه يعني انا اليوم قدرت على 3 سوبر ماركتات حتى لقيت هذا الباذنجان وبالاكل يعني طعمه مش يعني 100% ليش شهد مو صايمه طيب كيف عرفتي انه شهد مو صايمه شلون اكلتي شيء انت بالغلط قدام الكاميرا حتى عم بقول ليش شهد مو صايمه انت عم تعمل سلطه اكلت بس كان مقدن كان مقدن لا لما كنت عم بفرم سلطه انا كان صار له مقدن تقريبا اكثر من 10 دقائق و5 دقائق حتى نحن افطرنا متاخرين افطرنا متاخرين من 15 ل 20 دقيقه يعني لا خلصت السلطه تبعيتي وطبخت شهد لاستوت فشهد صايمه وانا صايم كلياتنا صايمين بس ميرا مو صايمه وادم مو صايم اوكي لا ناقص هذول صوت ميرا يمكن سنه تانية او سنتين المفروض نعلم ميرا على الصيام خير لا بجد هلا يعني. نعلمها بيبي مو نعلمها يعني مثلا تصوم مثلنا بالضبط بس انه نمرق لها الفكره ولا حتى الفكره بس انت ما فهمتي كيف مو هلا الله صغيره هلا اصلا ما بتفهم قصدي ولا سنتين لا بعد سنتين بصير بتفهمي اوكي بتصير بتمرقي لانه اوكي اليوم انت صايمه يعني انه ساعتين ما بتاكل فهمتي كيف يعني. ايوه انه تضحك عليه بحيث انه تخليها تقتنع انه هي صايمه معنا المفروض الاولاد من صغرهم واحد يعلمهم على هيك قصص حتى الصلاه نفس الشيء لازم من الصغر مو شرط يعملوها بالضبط مثل ما نحن بنعملها بس بمجرد انه هن يفهموا الفكره شو هي بعدين مع مرور الزمن شوي شوي بتطور الامور